الزور مدير الشركة المنافسة للمؤلمات وكنيسة مدرسة. عايزين نعرف حضرتك بدأت العمل امتى والعمل شغال على مدار اليوم ازاي وايه اللي انتوا موجودين وهل في نواقص في العمل؟ ابتدينا من اللحظة اللي السيد الرئيس قال فيها ان القوات المسلحة هتتولى تأمين الكنيسة في نفس يوم الخميس، كنا موجودين هنا ابتدينا في نفس اليوم، وان شاء الله الانتهاء كما وعد سيادته هيكون قبل 7 يناير، يعني ان شاء الله يوم 3 يناير هتكون انتهينا من جميع الاعمال بالكامل داخل الخميس. حتى انا شايف في تقارب ما بين الناس، هل كلهم من مكان واحد او من شركه واحده ولا من مختلف؟ لا لا، من كل الجمهوريه، في ناس من القاهره وناس من اسيوط في كل الاماكن. تمام، هل هي شركات منفذه ام عماله؟ العماله موجوده معايا مع الشركه، مستمره مع الشركه على طول في كل اعمالها. حضراتكم الجهه المنفذه شركه واحده ام اكثر من شركه؟ لا اكثر من شركه. اكثر من شركه. طب عايز اعرف يعني اوقات العمل هنا بتستغرق قد ايه؟ احنا بنشتغل من الساعه 7 صباحا لغايه 24 ساعه، بنشتغل وقت بيحتاج منكم قد ايه من العماله؟ تقريبا من 70 ل 100 يوميا، اقل يوم 70 واحد. اقل الكليات هنا في مقر العمل احنا موفرين لهم سكن. طيب عايز اعرف هل هو وقت الكافي؟ كافي لاعاده الترميم؟ كافي لان احنا بنشتغل ورديات. تمام، ايه هي الصعوبات اللي قابلتكم؟ الصعوبات ان العمل عاوز نخلص في 15 يوم، وفي نفس الوقت الجنود تداخل ما اقدرش اجلس، ما اقدرش اعزف، الا لما اكون عسل، ما اقدرش اعزف، ممكن ساعات ترتيب الامور هو بس المتعب. انما في نفس الوقت الكهرباء شغاله، الرخام شغال، الازاز شغال، تصنيع الحاجات المطلوبه شغاله، فرش بره، تصنيع السور الحديد، بنعلي السور الحديد بتاع الكهربائيه بالكامل، كنيسه المقدسيه، كله ده شغال في نفس الوقت.